اهلا وسهلا بيكم كل عشاق الكرة في مصر وعشاق الكرة العربية والكرة العالمية. هكلمكم النهاردة عن موضوع مهم جدا. انا كواحد مصري هبقى زعلان جدا من الاخبار اللي بتحصل، لكن كاهلاوي ممكن ابقى سعيد من اللي بيحصل. انهيار شديد جدا في نادي الزمالك، واقول لحضراتكم اسباب الانهيار ايه. بس الاول نبدا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وريت لو ما اشتركتش في القناه تشترك، وريت يا جماعه بقى الناس اللي بتحب القناه، يا ريت الناس اللي بتحب القناه لايكات كتيره عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو عرفت تشاركوا على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي ابقى سعيد جدا. طبعا انا مش هتكلم عن ظهور حسين لبيب امبارح مع ميدو والكلام اللي هو قاله في الاول، لكن هقول احداث رهيبه رهيبه، انا بقول كلمه رهيبه، انها تحصل في نادي كبير زي نادي الزمالك امبارح. اول حاجه، حصل تمرد من بعض اللاعبين ومن اللاعبين كلهم، وخرجوا من التمرين وما عملوش تمرين ومشوا. ده خبر اكيد. أسامة نبيه استقال. طب ليه استقال أسامة نبيه؟ هقول لحضراتكم القصة باختصار شديد جدا وتفهموها حضراتكم. اللي حصل ان كارترون لما رجع وعملوا معاه عقد تاني، طبعا هما ما كانش عندهم امل انهم ياخدوا الدوري. انا بقول لكم الحقيقة، يعني هما كل سنة ما الاهلي هو اللي بياخد الدوري، احنا مش هناخد الدوري السنة دي. فراحوا حاطين شرط لكارترون، له شرط انه ياخد 500,000 جنيه في حاله فوز بالدوري. هم كده كده احنا مش هنديك حاجه يا عم، احنا هنفوز، الكلام ده مؤكد، يعني احنا هنفوز احنا مش هنديك حاجه. فحطوا له الشرط من ضمن شروطه، كان شروطه من شروطه هو. فالزمالك فاز بالدوري. وجت انباء ان كارترون هيمشي. وانه خرج وراح المطار وراح لدوله خليجيه، والكلام ده اشاعات ممكن تكون مننا احنا كاهلاويه، الله اعلم، ممكن تكون من اللي بيكرهوا الزمالك، ممكن تكون حقيقه، الله اعلم بالحقيقه فين. فكرترون كان ناوي يمشي، ده كلام، او ما كانش ناوي وقال لهم لا انا مش همشي. فراح قال له طب يا عم احنا كنا متفقين معاك على انك انت لو خدت الدوري العام ليك 500,000 جنيه. قالوا له خد ال 500,000 جنيه. هم ما معهمش فلوس، وده مش كلامي على فكره، انا ما بقولش كلام مش كلامي، لما هاجي للحوار بتاع حسين لبيب هقول لكم هو قال ايه. اسامه نبيه سمع ان كارترون خد 500,000 جنيه، طب ازاي؟ ازاي هو ياخد وانا ما اخدش؟ ازاي انا اللي بقوم كل حاجه، انا المدرب وانا اللي بدرب اللعيبه وانا اللي بروح وباجي والكلام ده كله وانا ما اخدش مكافاه؟ فقدم اعلن استقالته، والكلام ده برضه قاله حسين لبيب في حواره مع ميدو، وقال انا مش مكمل. اللعيبه لما سمعت ان كارترون خد 500,000 جنيه، طب اشمعنى احنا ليه ما ناخدش احنا كمان؟ اشمعنى كارترون هو اللي ياخد؟ واللعيبه انقلبت على مجلس اداره نادي الزمالك وقالوا مش هناخد احنا كمان. ده غير ان في مشكله قايمه حاليا من ساعه التعاقد مع حمد النكاس. المشكله قايمه من اتجاهين. الاتجاه الاول جماهير ولاعيبه نادي الزمالك اللي غيران على فرقتها. انت ازاي لعيب خرج وبترجعه تاني؟ مع ان اللعيبه ديت ما زعلتش لما كارترون اللي كان هربان رجع. فاللعيبه بشكل او باخر زعلانه جدا ان الزمالك رجع حمدي النجاس. فطبعا وفي غضب شديد. جه غضب من ناحيه تانية من مرات او زوجة المسلوسي. راحت منبطه على حمدي النجاس بكلام. وبدات حرب ستات. انا ما اعرفش، عمري ما سمعت عن حرب الستات ديت في النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي هي اللي متوليه امورها. لكن تبص تلاقي في نادي الزمالك واحدة ست هي اللي طالعة تتكلم، هي اللي طالعة على وسائل التواصل الاجتماعي تتكلم. بصراحة وسائل التواصل الاجتماعي بقت كارثة في مصر. كارثة بمعنى كلمة كارثة، يعني أنا لما أقول لكم كارثة يبقى كارثة، لأن كل حد دلوقتي بقى بيستغلها، وأي فيديو أو أي حاجة الواحد بيوصل فيها بيها اللي هو عايزه. فبدأت تبقى في حرب ما بين حمدي النجاس
والمسلوس علشان خاطر رجوع حمدي النجاس، وحمدي النجاس بيلعب في نفس مكان المسلوسي. طبعا بدأت في صيحات للتهدئة زملكاوية تقول لك ايه، ان الاحتمال كبير جدا ان كارترون لو هيعتمد على حمدي النجاس هيلعبه جناح لانه قايم بالهجوم اكتر، والمسلوسي هيبقى مدافع. ده كلام صفحات زملكاوية بتحاول تهدي الامور طبعا عشان تهدئة الامور. في كلام تاني ان حمدي النجاس جه في اطار مؤامرة زملكاوية انهم يرجعوا الفلوس اللي كانوا واخدها، وانهم يسستموا الفلوس اللي كانت عليه بدل ما يجي عليهم حق، لان طبعا الاحكام عليهم هقول لكم عليها وقالها حسين لبيب، انهم ياخدوا من يشيلوا الحكم ويسستموا الفلوس ويدوا له الفلوس، واحتمال كبير انهم يعيروه. في كلام كتير برضو ان حمدي النجاس احتمال كبير انه الاعار. فالحرب قايمه دلوقتي من ساعه ما كارترون خد ال 500,000 جنيه، ازاي هو ياخد واحنا ما ناخدش؟ طلع بقى حسين لبيب امبارح اتكلم عن كل مشاكل نادي الزمالك، مش المشاكل اللي احنا قلناها، ده هو اللي قالها. قال ايقاف قيد فترتين، دي كارثه. خد بالك دي كارثه. يعني لو طلع خمس لعيبه دلوقتي من الزمالك ومش هيلعبوا، قالوا احنا مش هنجدد عقودنا، مش هيعرف يدخل بغيرهم فترتين. دي اول حاجه. عليهم فلوس كتيره للاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي هو اللي واخد القرار ده مش الاتحاد المصري. انتوا عارفين الاتحاد المصري بيجامل الزمالك وبيجاملها كتير قوي، فعشان كده الكلام ده من الاتحاد الدولي ان مفيش قيد. دي اول نقطه اتكلم فيها حسين لبيب. الفلوس اللي على الزمالك كتيره لدرجه ان هو سد فلوس كتيره جدا تعتبر غرامات. انا هرجع بقى لبتوع الاسد. من بتوع الاسد اللي هم بيقولوا ان مرتضى منصور هو اسد الزمالك؟ هل تعرفوا ان معظم الغرامات ديت على الفتره اللي كان موجود فيها مرتضى منصور رئيس لنادي الزمالك؟ يعني هل الناس عندها خبره ان معظم الغرامات اللي متاخده ديت كانت لان مرتضى منصور في الوقت ده رئيس نادي الزمالك، وغرامات كبيره خلت الزمالك ما يبقاش فيه قيد، خلت الزمالك في ورطه ماليه؟ طبعا الدوله على قد ما تقدر ووزير الشباب على قد ما يقدر ادهم فلوس وعاونهم كتير، وكان بيعاونهم بحجه انه بيعاون نادي من انديه الدوله. ده كان كلام اشرف صبحي ان انا بعاون نادي من انديه الدوله. بقت الفلوس فوق قدره الدوله نفسها انها تدفعها لنادي. ارقام كبيره وارقام غريبه ما تقدرش الدوله او ما تقدرش وزاره الشباب بامكانياتها انها تدفعها. ففي فلوس كتيره على الزمالك، وده اللي قاله حسين لبيب. ما حدش يقول ان انا قلت، لان انا لما انا بقول انا قلت بيطلعوا يهاجموني. حسين لبيب اتكلم عن مشكله اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي حاطط شرط او اطراف يعرض عليهم شرط ان بعد اول سنه في اي وقت يدير حق يمشي. هيدفع لهم مبلغ، والمبلغ ده بسيط تقريبا 500,000 دولار، مبلغ ما يجيبش قيمته. هيقول لهم خدوا ال 500,000 دولار اهو، انا جالي عرض في السعوديه، جاني عرض في القطر، جاني عرض في الامارات، جاني عرض مصري، ايا كان العرض انا هدفع الفلوس وامشي. ودي من ضمن الحاجات برضو اللي اتكلم عليها حسين لبيب. يعني حسين لبيب قال ان اشرف بن شرقي احنا اتفقنا معاه، هو بيقول كده احنا اتفقنا معاه. طب انت بعد ما اتفقت معاه هل وقع؟ قال لا ما وقعش. ما وقعش ليه؟ لانه حاطط شرط جزائي، واحنا مش موافقين على الشرط الجزائي ده. حسين لبيب اتكلم حاجه برضو في شغلانه التسول، وانا اسف ان اقول التعبير ده. ان انت كرئيس نادي تقول احنا عندنا لو مش عارف لو مليون مشجع كل واحد حط 100 جنيه يبقى معانا 100 مليون جنيه. انت بتتكلم دلوقتي عن مليون مشجع وما بتتكلمش عن مجلس الاداره اللي انت منه، اللي فيه رجال اعمال كتير منهم هاني بيرسي بتاع شركه ايديتا اللي هو بتاع مولتو والكلام دوت،
وفيهم ناس كتير. ممكن تكون الناس دي عاونت على قد ما تقدر. ما بتتكلمش ليه عن الاعلاميين اللي هايصين في الدنيا وعمالين ياخدوا فلوس من الزمالك زي خالد الغندور اللي بيطلع كل يوم عشان يستثير الناس؟ ليه ما بتتكلمش؟ عايز تاخد ليه من الجمهور الغلبان؟ انا والله رايي الشخصي يا جماعه مش عشان الزمالك، ولو الاهلي، انا بقول لو الاهلي طلب فلوس انا مش هدفع له فلوس. في حواليك، في جيرانك محتاجين، في جار جنبك مش لاقي ياكل، في ناس مش لاقي، هتدي النادي ليه؟ النادي ده المفروض عنده موارد، اللي بيدير النادي ما بيعرفش يجيب موارد ما يقعدش فيه. اللعيبه اللي مستثمره في النادي لا الحق، لكن انت ما تقولش هاخد من كل واحد 100 جنيه علشان خاطر ممكن ال 100 جنيه دي بالنسبه لك انت امر سهل، بالنسبه للمشجع الزملكاوي اللي هيروح تبقى صعب عليه. وفي ناس بتحط، وفي ناس فعلا زملكاويه عايزه ناديها تبقى كويس، بس انا اظن ان ده اسلوب مش هيفضل طول الحياه، هيبقى فرض على الراجل ده كل شهر انه يدفع لك. انت مصاروفك كتيره وعندك لعيبه كتيره، لازم تتطور من مشاريعك، تطور من استثماراتك، تطور من جلب معلنين، من جلب ناس تجيب لك فلوس. نقط كتيره اتكلم فيها حسين لبيب امبارح، كل النقط دي لما تيجي تدور عليها تلاقيها بتقول ان الزمالك عاجز، عاجز انه يجيب لعيبه وانه يخلي اللعيبه اللي موجوده او يتفاوض معاها. كلام كتير قاله حسين لبيب كان مع ميدو لو عايزين تشوفوه، وانا الكلام ده بقول لك مع انه دي تعتبر لعنه من لعنات الاهلي. الاهلي في مره خسر الدوري، فنتيجه اللعنه ديت حصلت الخسائر دي لنادي الزمالك انه مش هيعرف يسجل لعيبه، لكن في نفس الوقت انت كمصري وعايز الكره المصريه كويسه تتمنى ان ما يبقاش فيه كل العبء ده على نادي الزمالك. انا شخصيا اتمنى اهزم نادي الزمالك وهو في كل قوته، مش وهو ضعيف ومتهان ومش لاقي فلوس يصرف منها. اتمنى بقى ان الفيديو يعجب حضراتكم، ويا ريت لو ما اشتركتش في القناه اشترك، ريت لايكات كتير يا جماعه عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. اشكركم واتمنى اشوفكم في كل خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.